خلونا نروح لموضوع تاني يا شازي ونتكلم عن اللاعب الدولي محمد صلاح، مو صلاح اللي بقى أسطورة حقيقية بعد الرحلة اللي خاضها مع ليفربول، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر عشان يكون أحد أبرز وأهم لاعبي العالم في السنوات الأخيرة. خلونا نشوف كده تقرير عن الفتى الذهبي، وكمان بنفكر حضراتكم إن احنا النهاردة معانا في خلال الحلقة تليفونات عن الفتى الذهبي مو صلاح. رحلة للعالمية خاضها اللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر حتى أصبح أحد أبرز وأهم لاعبي العالم في السنوات الأخيرة. وحجز النجم المصري محمد صلاح لنفسه مكانة راسخة بين أساطير الكرة العالمية بعد مسيرة استثنائية قدمها في الملاعب الأوروبية. الفتى الذهبي محمد صلاح ابن نجريج والمقاولون العرب الذي فاجأ الجميع برحلة نجاح منذ اليوم الأول له في الدوريات الأوروبية وتحديداً في بازل السويسري، ومروراً بعدة محطات له استقرت حتى الآن في ليفربول، شهدت خلالها القيمة التسويقية للفرعون المصري محمد صلاح تطوراً كبيراً في الارتفاع خلال مشواره الكروي الحافل بالألقاب والإنجازات على المستويين الفردي والجماعي. وبحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، فإن القيمة التسويقية للفرعون المصري بدأت ب 25,000 يورو مع نادي المقاولون العرب عام 2010 إلى أن وصلت إلى أكثر من 65 مليون يورو حالياً، حيث مرت بالعديد من التطورات الكبيرة خلال هذه السنوات ليصبح من أغلى لاعبي العالم. رحلة الشهرة العالمية للفرعون المصري بدأت في عام 2012 حين انتقل محمد صلاح من القاهرة إلى أوروبا عبر بوابة نادي بازل السويسري الذي قدم معه مستويات رائعة، وأصبح اسمه شائعاً في أوروبا بعد أدائه الرائع حتى رحل في عام 2014 عن فريق بازل لينضم إلى نادي تشيلسي الإنجليزي. لكن لم يقدم الفرعون المصري أفضل فتراته، بل وتعرض إلى انتقادات عديدة وظل حبيس دكة البدلاء. انتقل محمد صلاح إلى روما عام 2016 في إعارة من تشيلسي وقدم فيه مستويات رائعة حتى قرر النادي الإيطالي شراءه من البلوز نهائياً، وتمكن فريق ليفربول من التعاقد معه في موسم 2017-2018. واستطاع الفرعون المصري محمد صلاح أن يصنع التاريخ والعصر الذهبي مع فريق ليفربول ويتوهج بشدة معهم، وكان جزءاً كبيراً من نجاح الريدز في السنوات الماضية حيث حطم العديد من الأرقام القياسية والألقاب ليكون معشوق الجماهير في الفريق الإنجليزي والعالم. اللاعب الدولي محمد صلاح حصل على العديد من الجوائز الفردية والجماعية الكبرى على مستوى أوروبا وإفريقيا بعد المستويات الرائعة التي قدمها في مسيرته الاحترافية، واستطاع أن يثبت نفسه في أوروبا وتتغنى به الصحف العالمية وتطالب بمنحه الكرة الذهبية. ألقاب جماعية متعددة حصدها اللاعب محمد صلاح مع الأندية، أبرزها لقب الدوري السويسري عام 2013 ولقب الدوري السويسري عام 2014 ولقب الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020 ولقب دوري أبطال أوروبا 2019 ولقب كأس العالم للأندية 2019 ولقب السوبر الأوروبي 2019 وكأس الرابطة الإنجليزية عام 2022 وكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2022 وكأس الدرع الخيرية عام 2022، بالإضافة إلى غيرها من الألقاب الجماعية التي حصدها مؤخراً. كذلك حصل الدولي محمد صلاح على العديد من الألقاب الفردية طوال مسيرته، منها أفضل لاعب صاعد في إفريقيا عام 2012 والفتى الذهبي من الاتحاد العربي لكرة القدم عام 2012 وأفضل لاعب عربي في العام من جلوب سوكر عام 2016. بجانب كل ذلك، حصل على التشكيل المثالي من الاتحاد الإفريقي 3 مرات والتشكيل المثالي في أمم إفريقيا عام 2017 وعام 2021 وأفضل لاعب في إفريقيا من الكاف الاتحاد الإفريقي 2 مرات متتاليتين وأفضل لاعب في إنجلترا من رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة النقاد الرياضيين. كذلك حصل على الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي 3 مرات وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وأفضل صانع أهداف في الدوري الإنجليزي وجائزة جمهور ليفربول لأفضل لاعب 2 مرات. وأصبح محمد صلاح القائد الحالي لمنتخب مصر، حيث تم اختياره لحمل شارة القيادة رغم أنه ليس الأقدم بين زملائه، ولكن نظراً لما قدمه للفراعنة حيث ساهم في تأهل بلاده إلى كأس العالم 2018 بعد غياب دام 28 عاماً.
أيضا يحتل الفرعون المصري محمد صلاح المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر برصيد 56 هدفا، حيث يسبقه في المركز الأول النجم الأسطوري حسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر برصيد 68 هدفا.